عاد مساء الامس طبعا عاد الينا الان الكابتن جمال عبد الرحيم اللاعب السابق بنادي الاهلي. كابتن جمال اهلا بك، هل تسمعني الان؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بك كابتن. كابتن، كنت اتحدث عن رايك في المشكله التي هي الان حاصله بين اتحاد الكره المصري ومحمد صلاح، كيف تعلق عليها؟ والله كل الاجواء اللي الواحد شايفها يعني شايف ما تخلصش حاجه، يعني حاجه جديده، يعني كل المنتخبات وكل الانديه يعني بيريحوا اللعيبه بتاعتهم. اللعيبه دلوقتي بقى ثروه قوميه، انا اسف، يعني اللعيب دلوقتي بيساوي ثقل ذهب. يعني يقال على صلاح ان هو طار شهره، صلاح مش محتاج شهره، يعني منتخب مصر بيتسمى منتخب صلاح، فريق ليفربول بيتسمى يعني ليفربول نادي صلاح، فهو مش محتاج شهره من حد. لسه حد زي مجدي عبد الغني يعني واحد لعب كوره كده اصلا، انت اقول لك صلاح بياخد شهره على منتخب يعني ازاي؟ يعني يا عم شوف انت الفانيلات اللي انت خدتها منه وما دفعتش حقها. مجدي عبد الغني قال بالامس على قناه دريم انه اللي عمله محمد صلاح مش يعني اخلاق ولاد بلد، هكذا رد. وهو اني باخد الفانيلات من ورا اتحاد الكوره كانت اخلاق ولاد بلد. يا سيدي الفاضل يا استاذ خالد، محمد صلاح مش محتاج حد يعني يساوم عليه. يعني محمد صلاح الراجل طلب ان الناس تتعامل معامله لعيب الكوره مختلفين. انا اسف، يعني في فرق بين لعيب الكوره المحترف واللعيب اللي هو اللعيب العادي. المحترف بيمشي معاه سكيورتي فعلا زي كريستيانو وزي ميسي، وصلاح مش اقل منهم. احنا اول مره نشوف لاعب عربي ولاعب افريقي يخش من احسن ثلاث لاعبين في اوروبا. يعني ما شفناش اي لعيب عربي ولا لعيب افريقي. معرفش حضرتك وصل لك الموضوع ده، المعلومه دي ولا لا؟ يعني صلاح داخل مع مودريتش وداخل مع كريستيانو في احسن لاعب في اوروبا، ودي حاجه ما شفناهاش قبل كده. يعني ميسي لم يرشح، محمد صلاح مرشح. يعني ميسي لم يرشح، محمد صلاح رشح. لا، والهدف اللي جابه في روما مرشح ان من احسن ثلاث اهداف، وان كان كريستيانو خدها الاول، لكن صلاح بيخش من احسن ثلاث اهداف. فالموضوع مش موضوع انا حاسس الموضوع شخصي، يعني هم عايزين يقضوا عليه شخصيا وعايزين يتنزلوه ماليا. وطبعا حضرتك تعرف الموضوع ان هو منتخب وسفريه روسيا. صحيح. سيد الفاضل اللعيبه تقعد تريح، لازم تنام 8 ساعات 8 ل 10 ساعات قبل المباراه، وتقعد تريح نفسها. احنا عمرنا ما شفنا فنانين ولا راقصين ولا راقصات يروحوا النادي بتاع كاس العالم اللي فيها اللعيبه. كابتن جمال وتحدث ايضا كابتن جمال انه يعني كان يدق باب الغرفة في وقت متأخر من الليل حتى يكون هناك بعض أعضاء اتحاد الكرة للتصوير ولأخذ الأوتوغرافات معه، وفي بعض الأيام نام هو في تمام الساعة 6 صباحا، وفي أيام أخرى عندما يعني هم بتناول وجبة الإفطار قالوا له أنه لا تستطيع النزول لأن هناك عدد كبير من الجماهير ومن المعجبين في المطعم. والله في الخارج حتى لو في معجبين، طب يعني احنا الواحد بيشوف حتى رسالات معجبين، لكن ده تمنعني؟ هو لا، اكيد الموضوع وراه حاجه ثانيه، يعني الناس دي وراه حاجه ثانيه. يعني لا طبعا، يعني محمد صلاح بكل حته بيمشي يتصور، محمد صلاح بكل حته بيتصور مع الناس، محمد صلاح عنده مشاكل، لكن مش الساعه 6 الفجر يا استاذ خالد ولا 6 الفجر، اللعيب لازم ينام بدري يا استاذ خالد. نعم. اللعيب لازم ينام بدري عشان يريح نفسه. معلش يعني، وبعد كده قال لي في السيرتي يقول له ما تنزلش تفطر، مش من حق حد يقول له ما تنزلش تفطر ولا حد. لاني اصلا الفطار مع اللعيبه وجمعيه اللعيبه دي اصل اساس الود من اللعيبه. حضرتك انا شفت منتخب مصر 2008 و2010 ايام ابو تريكه، ما خدش منتخب كاس افريقيا الا ما كان الناس بتتجمع في معسكر جماعي. لكن احنا شفنا بنتعامل فرديا، ما بنتعاملش، ما بقاش كويسين. وحضرتك شفت طبعا احنا يعني وكسيت في كاس العالم، وطبعا ده طبعا من يبدو كابتن جمال ان حديث صلاح كان فيه اشاره لما حدث بالفعل او لما تم تداوله بالفعل ايام كاس العالم واخفاقات المنتخب، من ان محمد صلاح غير راضي من ان محمد صلاح يتم استغلاله بشكل ما في الترويج وزياره الشيشان وغير ذلك. يبدو ان هذا الان لم يكن بلا نار. يعني طبعا يا سيدنا فوق هم كمان اتكلموا عليهم في انجلترا، يعني بيقولوا له ازاي انت مسلم وشخصيتك طيبه ومحترم تروح تدعم واحد زي بتاع كريستيانو القاتل؟ انا اسف يعني، هو مين اللي حط صلاح؟ احنا اول مره اشوف يا استاذ خالد حد يعني رئيس جمهوريه ورئيس بتاع يروح يقابل لاعب في كاس عالم، مين اللي عمل كده؟ ما عملهاش اللي عندنا بس المنتدى اللي عندنا عشان يروحوا قعدوا في فندق ببلاش هناك،
عشان هو فرح الفندق هناك والله اعلم يعني. صحيح صحيح. وسائل الاعلام تحدث عن ذلك بشكل واضح ان التكلفه يعني الخاصه بالفندق تم يعني توفيرها، وتم يعني الاقامه او تمت الاقامه في فندق بشراكه اماراتيه مع رئيس الشيشان. ما اسمح لي اتخيل، اسمح لي اقول لك ان مجدي عبد الغني اللي متصور في الطياره وقعت في قاعه غالي الاعمال مش اقل من اللعيبه دي. انا اسف يعني، انت اصلا مرتزقه رايحه على اسم اللعيبه، كل الناس اللي راحت بتاعت الراضي راحوا على اسم اللعيبه. هو مين اللي وصل؟ معلش خلي اللعيبه كنت خبصت او كاس عالم، اللعيبه نفسهم. انا اسف يعني، هو كان اللعيبه عندنا ما وصل استاذ خالد كان بيعوض غير جمهور، يا خالد كان بيقرروا جمهور في كاس عالم بس، في كاس عالم بس. هو مين اللي وصل الناس دي؟ معلش يعني، وعلى راسهم محمد صلاح. يعني احنا دلوقتي والله العظيم يا خالد بتمشي اي بلد اوروبيه يعرفوا انت مصري يقول لك محمد صلاح، محمد صلاح. والله العظيم يا خالد احنا اتعرفنا من محمد صلاح. انا اسف يعني، انتوا جايين بتساووا على محمد صلاح. يعني هو الولد يعني ما تكلمش، اتكلم في حقوق، اتكلم في حقوق. عايزين معامله كويسه زي اي محترف، عايزين يبقى في لينا خصوصيه، عايزين يبقى لينا ناس يعني ننزل معانا امني بنحاول يعني ننزل حتى فندق، ما حدش يجي يضايقنا حتى زي اي منتخبات. اتخيل محترمه محترمه. نعم كابتن، بالدخل علني يا استاذ كابتن جمال. انا ايضا استمعت الى كابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس اتحاد الكره، وهو يتحدث بالامس ايضا وقال انه يعني عايزين محمد صلاح عايز بزنس كلاس. نجيب منين بزنس كلاس او طياره فيها بزنس كلاس لكل اللعيبه؟ ولا هو عايز، لان هو بيقول ان هو يعني على كلام مجدي عبد الغني مش عايز يقعد لوحده. كيف سيتم توفير لكل البعثه بزنس كلاس؟ يا استاذ خالد، اللعيبه يا استاذ خالد دلوقتي بقت تسافر 15 و20 ساعه سفر متواصل. ده خالد دول هيفتحوا منين؟ لا في بزنس كلاس، في بزنس كلاس، في لعيبه. فعلا الواحد بيخش بيطلع خلاص بيلاقي مش قاعده بزنس كلاس، والبزنس كلاس في اماكن كتيره. نعم. هم للاسف يعني معلش يعني ايه المشكله يعني هيبقى كام؟ بعد كده يا استاذ خالد المفروض لعيب الكوره يخش من قصار الكبار الزوار ويرجع من قصار الكبار الزوار، مش زيه زي اي حد. لعيب الكوره يا استاذ خالد بقى حاجه يعني حاجه عالميه يا استاذ خالد. احنا يعني الكوره بقت حاجه دخل علني بقت مستوى ثاني. صحيح. الناس كلها يعني الكوره بالنسبه لها بقت هي حياتها وهي روحها. انت بتلاقي يا استاذ معلش يعني امهات بتودي اولادها يتعلموا كوره، ان الكوره بقت دخل رهيب. واللعيب الكوره لازم تحافظ عليه. معلش يا استاذ صلاح دلوقتي وصل بسعره 200 مليون دولار، احسبه بالمصري كام؟ معلش يعني صحيح. كابتن كابتن ثروه قوميه. تمام كابتن، تحافظ عليه ان هو ثروه قوميه. نعم كابتن جمال عبد الرحيم اللاعب السابق بالنادي الأهلي، شكرا جزيلا لك.